لو فاكر ان الكلمة دي معناها معزة بس فانت فايتك كتير قوي، والفيديو ده علشانك. النهاردة جايب لكم اهم الكلمات العامية اللي بيستخدموها اليوتيوبرز والتيك توكرز الامريكان في 2020. يلا بينا نبدأ. اول كلمة معانا وهي كلمة lit. lit، والكلمة دي بصراحة عشان توصف حاجة انها ممتعة، زي enjoyable او interesting بالشكل ده. For example مثلا this video is lit او this game is lit بالشكل ده. تاني كلمة وهي كلمة snatched. snatched ودي بتساوي كلمة cool، يعني حاجة ممتعة، حاجة تحفة، حاجة جميلة. فلو شفت مثلا بنت لابسة دريس او فستان شكله جميل هتقول لها your dress is snatched. your dress is snatched معناها ان الدريس بتاعك ده تحفة. تالت كلمة هي on fleek. on fleek بتستخدم عشان توصف حاجة انها معمولة باحترافية شديدة جدا. فمثلا لما تشوف واحد صور صورة شكلها جميل وشكلها احترافي قوي تقول this photo is on fleek. this photo is on fleek يعني الصورة اتصورت باحترافية شديدة جدا. رابع كلمة وهي كلمة salty. salty احنا عارفين كلنا ان هي معناها مملح. لو ما تقول على الاكل انه مملح هتقول it's salty، لكن هي ممكن تيجي بمعنى angry يعني متضايق او غضبان، او sad يعني حزين. فمثلا لو خطيبتك بتحكي لصاحبتها ان انت زرتهم امبارح في البيت بس ما جبتلهاش شيبسي وبوزو معاك وانت جاي، هتقولها I was so salty because he didn't buy me some snacks، يعني انا كنت متضايقه ان هو ما جابليش سناكس امبارح. تخيل. خامس كلمه وهي كلمه fit. وfit دي مش معناها ان هو عنده لياقه بدنيه، لا، ممكن تيجي بمعنى attractive يعني جذاب. فمثلا لو كان في حفله امبارح وانت شفت بنت حلوة وعايز تقول لها ان انت كنت حلوة في الحفلة امبارح، هتقول لها you were fit at the party yesterday. you were fit at the party yesterday. سادس كلمة وهي كلمة dead. طبعا احنا عارفين ان المعنى السلبي بتاعها، لكن هي ليها معنى ايجابي، معناها ان انت شفت حاجة مضحكة جدا وموت على نفسك من الضحك وانت بتشوفها. For example مثلا we were dead while watching the movie yesterday، يعني احنا كنا ميتين روحنا من الضحك واحنا بنشوف الفيلم امبارح. رقم سبعة هي fire. fire معناها amazing يعني رائع. فلما اقول مثلا على حفلة انها كانت تحفة هقول the party was fire. the party was fire يعني الحفلة كانت تحفة. رقم 8 هي low key. low key ولو key معناها متواضعة او عالضيق، حاجة عالضيق كده. فمثلا لما تعمل حفلة والحفلة دي تبقى عالضيق كده وما فيهاش ناس كتير معزومة هتقول it won't be a big party it will be low key، يعني مش تبقى حفلة كبيرة، هتبقى حفلة عالضيق. it will be low key يعني هتبقى حفلة عالضيق كده. والعكس بتاعها هو high key. high key معناها حاجة صاخبة، حاجة تحفة، حاجة جامدة جدا يعني. فممكن مثلا تقول it's gonna be a big party it's gonna be high key، يعني حفلة هتبقى كبيرة جدا وهتبقى يعني هنخربق الخرابيق في حفلة. رقم 10 هي شيري. شيري بتستخدم عشان توصف حاجة انها مش حقيقية او مشكوك فيها او ممكن تكون نصبايا يعني. فمثلا لما تقول ان الشخص ده شكله نصاب، شكله كده مش يعني شكله مش مريح او شكله مش تمام، هتقول this person is shady. this person is shady يعني الشخص ده كده مشكوك فيه، مش على بعضه كده، مش مرتاح له. savage وطبعا دي غنيه عن التعريف كلنا عارفينها، والكلمه دي معناها حاجه صادمه، حاجه صدمه كبيره، حاجه صدمه يعني بالنسبه لك او حاجه فيها اهمال كبير. for example مثلا he left me without saying bye. it's savage. ده سابني ومشي من غير ما يقول لي باي باي. ايه السخافه دي؟ انا مصدومه، انا مصدومه. شوك، والشوك معناها مصدوم او متفاجئ. did he just leave me did he just leave me i'm shook يعني هو سابني فعلا، هو سابني بجد، انا مصدومه. ازاي هو سابني؟ ازاي سابني؟ slay. وslay دي بتستخدم عشان تعبر انك عملت حاجه بشكل كويس او انك نجحت في حاجه معينه. فلما تقول مثلا i slay the test i slay the test معناها انا نجحت في الاختبار او حليت كويس في الامتحان او الاختبار بتاعي. كمان ممكن slay تستخدم علشان تعبر عن ان بنت مثلا لبست لبس معين وخلته يبقى متناسق مع بعض وخلت شكلها تحفه. فعايز تعبر عن البنت دي هتقول she slayed that outfit. she slayed that outfit يعني هي عرفت تخلي الطقم ده ينطق عليها او عرفت تخليه متناسق عليها. stan. وstan بتستخدم عشان تعبر عن انك مهووس بحاجه معينه. فمثلا لو انت مهووس بباب جي هتقول I'm a PUBG stan. I'm a PUBG stan يعني انا مهووس باللعبه دي. اخر كلمه معانا وهي كلمه goat، والكلمه دي مش معناها معزه خالص هنا، مقصود بيها greatest of all time. هي اختصار لكلمه greatest of all time يعني اجمل حاجه في الوجود. فمثلا لما تشوف فيلم والفيلم ده يعجبك قوي تقول this film is goat يعني ده اجمل فيلم في الوجود. وبس، وكده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه واللي فاتت. كان معاكم احمد حسن من قناه Learn Different Academy. اشوفكم في فيديوهات جايه. باي باي.